متابعينا الكرام، مشاهدينا الاعزاء، على بركة الله نذهب مع الشوط العاشر ومهجنات اصايل لابناء القبائل. والظبي وين اللي ندوله نحن؟ وين الظبي؟ خب وصف، وين جويل بات الخف؟ وين الظبي؟ نشوفه ندوله نحن هذا الظبي اللي خب ويصف، لا ما يقول خب، يقول يعني معتدل في المسير على المقدمه. وسراب احمد بن راشد المحرمي من يقدم الظبي في اول المراكز، بن رشيد ياتينا على المركز الثاني، وسعيد بن الصغير بن قنون يرافق اخوانه ايضا في المراكز الاولى، يقدم دم حملول في المركز الثالث والمركز الرابع. المركز الرابع، فأنا أيضا الغدوم من قبل هذا الشعار بوهليبة، هذا شعار بوهليبة اللي في المركز الرابع، حمد بن عبد الله بوهليبة يقدم جديده أيضا في هذه الانطلاقة وفي هذا التحدي. ظبيان في المركز الخامس، راشد بن علي بن رشيد في خامس المراكز، والمركز السادس أرى ماذا أرى أيضا من الحنيش، محمد بن خاطر بن هاشل الشامسي مع الحنيش في المركز السادس، والمركز السابع متعب لراشد بن سعيد بن علي شاهين بالشر، شاهين العاصفة، شاهين العاصفة، هذا أبوي عملة نادرة، هذا 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 لا يقلد، وأيضا يعني ما يقلد، عملة نادرة، ولا في بدل فاقد له بعد، ما في بدل فاقد أبدا، ما في بدل فاقد، لا مرحوب البعير ومات، وما في بدل فاقد له بيسوي مثله ابدا ابدا ابدا. سلام يا بن رشيد، سلام يا بن رشيد، هذا خلاص حطه في عيونك، خله حق الانتاج، مرفوق ما تبيعه، ما تبيعه، خلاص خلاص ابوي، خل حق الانتاج، يستاهل يستاهل يستاهل. شاهين بالشر الخاطري، شاهين العاصفه، تهانينا والناموس، تهانينا يا بن رشيد، تهانينا يا ابو محمد، تهانينا يا الدكتور، تهانينا لكل عائله بن رشيد. صباح الورد اهل العوير، نقول لكم المركز الثاني محمد بن خاطر الشامسي، المركز الثالث بن كليب، والمركز الرابع، الرابع منو وصلنا؟ بن خفيه، والخامس المركز الخامس احمد بن محمد مرخان. هذه النتيجه تقريبا للمراكز الاولى. هكذا مشاهدينا الكرام استمتعنا وياكم في هذا اليوم بهذا العرض بهذا التحدي بهذه الالوان الجميله.